بحث رئيس الوزراء الباكستاني رجا برويز أشرف مع صلاح الدين رباني رئيس مجلس السلام الأفغاني الأعلى بحث آفاق الحلول السلمية في أفغانستان، وأكد أشرف أن بلاده ستبذل كل ما في وسعها من أجل تحقيق السلام هناك. المزيد في تقرير مراسلنا من إسلام آباد طارق محي الدين. أفق الحلول السلمية لقضية أفغانستان ودور باكستان في ذلك كانت المحور الرئيس لمباحثات صلاح الدين رباني رئيس مجلس السلام الأفغاني الأعلى مع المسؤولين الباكستانيين، بيد أن رباني والمسؤولين الباكستانيين أرادوا أن يبقوا هذه الزيارة بعيدة عن عدسات التلفزة الدولية والمحلية. الحكومة الأفغانية قلقة من مشاركة طالبان في أي نظام سياسي في المستقبل، فربما تقضي طالبان على هذه الحكومة. الانتخابات على الأبواب ونفوذ طالبان في نمو يوما بعد يوم، فالأمريكيون والأفغان يأملون بالتوصل إلى حل سلمي لأفغانستان. لم تكن أطروحات السلام وجلب طالبان إلى مائدة مفاوضات تجمع كافة الأطراف الأفغانية والإقليمية والدولية فحسب، بل تمت مناقشة العلاقة الشائكة بين كابول وإسلامباد، خاصة فيما يتعلق بقضية انتهاكات الحدود الدولية بينهما. أعتقد بأن هناك حالة من التوافق والارتياح بين أعضاء مجلس السلام الأفغاني وبيننا، ونحن نأمل بأن تساهم في تحقيق الاستقرار في أفغانستان، ولكن على الجانبين أن يوقفا الانتهاكات الحدودية المستمرة بينهما. باكستان التي أعلنت عن مكاشفات بل وتحدثت عن انفراجات في مباحثاتها مع قيادات في حركة طالبان الأفغانية خاصة جماعة حقاني، تسعى في المرحلة المقبلة أن يكون لها دور استراتيجي فعال في أي مرحلة مقبلة في أفغانستان، فهي وبرأي مراقبين تمسك بزمام المبادرات السلمية وغير السلمية في هذا الملف. الأطراف المعنية بالملف الأفغاني تدرك بل وتجمع على أن لباكستان دورا فعالا في إحداث أي انفراجة في أي مباحثات مع حركة طالبان الأفغانية، فليس أمام القوات الدولية التي تحاول الانسحاب من أفغانستان سوى طرق الباب الباكستاني لإتمام عملية الانسحاب وإنجاح أي محاولات ومكاشفات سياسية في المستقبل في هذا البلد الأفغاني. طارق محي الدين، روسيا اليوم، إسلام أباد.